هي في محمد فعلا. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري إذن مباشرة من مدينة العريش. إذن مبادرة طبيعة الحال لا زالت مبادرة الخير بطبيعة الحال مدينة العريش تستقطب مجموعة ديال الفئات ديال المجتمع المدني. معنا الآن كما كتشاهدوا تعاونية أرباب شاحنات نقل المال ومواد البناء بالعريش اللي كيقوموا بواحد العمل تنظيف مقبرة السيدة العربي. هذا الجانب هذا وهذه الناحيه اللي كانت كامله عامره بالشوك وكانت عامره بالاغشاش تم التنظيف ديالها بطبيعه الحال من طرف التعاونيه. هذه البلاصه اللي كانت عامره يقوموا الان بالتنظيف ديالها بطبيعه الحال اجل انهم فين يلقاو فين يدفنوا الموتى ديال المسلمين، يلقاو بطبيعه الحال فين يدفنوا الموتى ديال مدينة العريش، لأن المقبرة ما بقى لها والو تعمر إلا ما وجدت مقبرة اللي كتوجدها جماعة العريش. أنا أكيد بطبيعة الحال الكل كيعرف بأن نهتموا بالمقابر ديالنا ونتمناو أن المقابر ديالنا يكونوا في أحسن حلة، نتمناو أن يكون مقبرة نموذجية اللي تعطي إضافة كبيرة بطبيعة الحال لمدينة العريش. هذه المقبرة الجديدة اللي كيعدلوها. إذا في الآن لازالت عملية تنظيف هذه المقبرة، مقبرة السيد العربي، من طرف عمال بطبيعة الحال وأعضاء ديال تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال هنا بهذه المقبرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيرتوني بخير. الله يعطيك الصحة. شكرا. دري سيرتوني، عضو المكتب المسير ديال تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال بالعرائش. حنا كنقوموا بهذه الحملة هذه ديال تنظيف المقبرة من الأشواك والنفايات. أولا حرمة المقبرة وحرمة الميت، وثانيا واحد المجموعة ديال الأشواك وهاد الأزبال كتجمعها الثعابين والعقارب، لا للزوار ولا الانسان حتى في الدم كتكون الامور مقاده ميسره، ما كيجيش بنادم عاد كيجي يشوف فيها يدفن. حتى المسائل حتى المساحه ديال الدفن انت كتشوف كما كانت قليله. الحمد لله ماشي هذه، حنا هذه الحملات عندنا مستمره ودائمه متواصله. فيما كتكون كتدعي الضروره على اننا نعملوا بشي حمله راه كنقوموا بها، سواء كان نشاط بيئي لا في لايبيكا ولا وكذلك المقبره. حنا كما كنقول لك هذه الحملات ديال النظافه عندنا حملات متواصله كل ما دعت لها الضروره الحمد لله حنا كنقوموا بها. يعني التعاونيه ديما حاضره؟ ديما حاضره. خصوصا كتكونوا بطبيعه الحال التنظيف ديال المكان اللي هو بقى فارغ هنا بالمقبره باش انهم يلقاو فين يدفنوا الموتى ديال المسلمين مقبره العربي. طبعا دابا كما كانت هنا الاسبوع الماضي كانت هذا المكان هذا كان ما عندكش من الدوز. الحمد لله بفضل الاعمال هذه الله يجعلها في ميزان الحسنات المقبول كانت هذه كامله اشواك، والحمد لله انتم كتشوفوا كيفاش رجعت كيفاش نظفت. وكذلك هذه المقبره ديال الاطفال انت شتي كانت عامره بالاشواك والثعابين يعني الخشائش، الحمد لله احنا كان موصل العمل فيها حتى بس سالينا هذا الاسبوع. احنا مستمرين كما قلت لك الاسبوع الماضي ان شاء الله حمله متواصله ان شاء الله. شكرا. العفو. مرحبا. شنو رايك اذا لا زلنا بطبيعه الحال بلاتي. اذا لا زلنا متبع الاوفياء متبع قناه تنشوف طبيب المقبره ديال السيد العربي من اجل تقنيه او تنقيه عفوا المقبره. المقبره بطبيعه الحال مجهودات جباره متواصله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ايوا تفضل. بلاتي تاني ألف ويا، حنا في الله مباشرة، قرب الميكرو عندك.
انتما كتعاوني الابر النخعينه كتقوموا بطبيعه الحال بتنظيف هذه المقبره هذه؟ السلام عليكم. احنا من التعاونيه ديال الابر الساحنات ليلي القلايمال والمواد البناء بالعائش تحت رئاسه الحاج مصطفى بن حمدان. احنا ماشي اليوم اللي غادي ننظفوا هذه المقبره، كاين الناس اللي خدامين مثلا في البلديه اللي مقابلين هذه المقبره وهما يشهدوا بالاعمال ديال الناس شنو كنعملوا لهم. وحنا خويا ما كيعيطوا لنا ولا شي حاجه كنكونوا واجدين، كنكونوا واجدين مع هاد الناس ودائما كنخدموا. ربما اللي كنعقل انا هادي شي 5 ولا 6 المرات اللي كندخل لهاد المقبره وكنطفو. وكنتمنى مثلا يجي شي نهار اللي مثلا الانعاش الوطني وديك الدار وحنايا بالشاحنات وبالتراكسات ونطفوها تتولي مزيانه. المعدات كاملين هاد المعدات كاملين ديالنا حنايا، اشي واحد كيعطينا شي حاجه ما كيعطينا حتى واحد، حنا اللي كنعملوا كل شيء. وشحال من مره خدمنا هنا مع الجمعيات كيجي وكيعملوا غير شي باكه وكيمشيو بحالهم، ولكن التعاونيه هي اللي هزت الدق على كل شيء. وباقي نخدموها وباقي نخدموا اذا طاب الله ربي في الامان. الطرق خارج المقبره لان هذاك الحيط اللي كتشوف كاينه بزاف ديال سكومبو وكذا، بغينا نواطيوه ما يبقاش شي عالي، لان ملي كيكون عالي كيجيو مثلا الدايس غا كيبقى ينقزو ولا شي حاجه، حنا عايدنا لهم المسائل هذي. وحنا دائما ماشي غير المقبره، كنخدموا في الغابه، كنخدموا في كل شيء، وامتصاب هادشي يكون عنده واحد الاستمراريه. دابا احنا مثلا المقبره ما بقى لها والو تعمار بطبيعه الحال باش تخوى هذا المكان هذا باش يلقاو. دابا هذا الموضه غير ميزينا لا في الصباح زعما كامله شوك. احنا بحال اللي كتشوف المصيبه زعما لا حول ولا قوه الا بالله. ودابا حتى ديك الناس اللي موظفين هنايا والله الا فرحانين بالخدمه ديالنا لان كنسهل عليهم بزاف ديال المسائل. يعني بعدا باش يلقاو فين يدفنوا الناس. فين يدفنوا الناس ويدفنوا. شوف بحال هذا الموضع ديال الدائري ما كانوش كيبانوا، ما كيبانوا تما احنا خدامين فيها. واجرنا عند الله. والاجر الاولاني عند الحاج بن حمدان هو اللي هو اللي مشي بهذا المسير. الله يخليه لنا هاسي ما كاينه. اذا لازلنا بطبيعه الحال في هذا البث المباشر من مقبره السيده العربي، لحظه تنقيه بطبيعه الحال هذه المقبره بعد ما تعرضت بطبيعه الحال للاهمال والتهميش اللي كانت عامره بالاشواق هذه المنطقه هذه. والحمد لله بطبيعه الحال ان كاين واحد بقع على الاقل انه فين يقدروا يبنيوا هذا المكان، اي دفنوا بطبيعه الحال الموتى ديال المسلمين بطبيعه الحال في هذا المكان فين ما وجدت في المقبره ديال السيدي وداد اللي كتقوم بها بطبيعه الحال او تحت اشراف الجماعات العرائش.